الأخت أم حسين، تفضلي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السيد، بس أريد أستفسر عن سلفة المتقاعدين، هل صحيح بها ربا وحرام؟ سلفة المتقاعدين خدمتكم أختي. الأخت أم حسين تقول على أنه المتقاعدون يعطونهم سلفة من البنك، هل فيها إشكال أو لا؟ الجواب، إذا كانت هذه السلفة يا أختي من البنوك الحكومية، ويعطونكم ويأخذون أرباح عليها، الفقهاء يقولوا بإجازة الحاكم الشرعي، السيد طبعا منطي إجازة لمن يحتاج هذه السلفة، السيد منطي إجازة أنه أخذوا هذه السلفة بالنيابة عني، يعني بالنيابة عن سماحة السيد اللي يقلدونه أنتم منه، أروح أستلم هذه السلفة بالنيابة عنه، لأن هذا مال يحتاج إجازة الحاكم الشرعي، أخذ هذه السلفة وراح يشترطون علي فوائد أنا ما أنطيها بس هم يستقطعوها، فلا إشكال في ذلك، أخذ السلفة للحاجة بإجازة سماحة السيد والمرجع، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم الأخ جواد، الأخ جواد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مولاي بارك الله بكم. عندي اشتغل ساحة مع وقوف سيارات. ساحة وقوف سيارات. اي هاي يعني جراج. بلي. نعم. سامي قبض الجراج بس ما ياخذ وخلي اعرف السيارات. يعني جاهز يعني هذا فلوس جاب الجراج عن الصانع. الجراج بجرتي. حبيبي. يعني هذا جاهز اخذ منه. يا جواد اسمعني يا جواد حبيبي، انت تقول احنا عندنا جراج وهذا الجراج يمتلي ونطلع السيارات على الرصيف اللي جانب الشارع، على الرصيف هاي الرصيف مو لكم، هذا الرصيف مو لكم، تاخذون فلوس من الناس يعني؟ نعم. فهاي الفلوس تاخذها لك انت ولا لابو الجراج؟ يعني لابو الجراج. ادري هذا الرصيف يعني مخصصين لوقوف السيارات لمرور الناس. لا لا المرور يعني خلينا 5 6 تي. مشكور اخ جواد، ان شاء الله اجاوبك حبيبي، حياك الله. الاخ جواد شاب على حال يسال عن الحكم الشرعي في مساله وقوف السيارات على الارصفه وعلى الاماكن العامه وياخذون اجور عليها، طبيعي اخواني الاماكن العامه هي ليست لاحد يعني للناس جميعا، فاذا اوقف سياره الاخ في الرصيف أو جنب الشارع إذا كان مخالف للقوانين، القوانين النافذة، القوانين التي هي مطبقة، هذا في خلاف شرعي، يعني سماح السيد ما يجوز هذا. أما إذا كانت البلدية أو المرور ما عايرين أهمية، والمسألة هي في الواقع حسب تعبيره منفلتة، هي منفلتة، هنا يجوز أن يوقفون السيارة، ما في إشكال إذا كان مسألة منفلتة، يعني ما حد ملتزم، قانون غير نافذ، قانون غير مراعى، نظام غير مطبق، هنا ما في إشكال توقفون السيارة. ولكن يا أخ جواد تأخذ أجور على أي أساس؟ هو مكان عام، تقول سيدنا ينطونا لأنه إحنا نحافظ على سيارتهم، ينطونا أجور لأن إحنا مواظبين أن واحد لا يكسر السيارة، لا يسرق من السيارة، إذا هذه من باب الحراسة ما في إشكال، أما من باب أنه هو جراج وليس بجراج فما يجوز أن تأخذون أجور على وقوف سيارات في شوارع عامة. واضح أخي؟ أنا فصلت، إذا كان لحفظ السيارة وعدم مثلا التعدي عليها وحفظها من العابثين هذا تأخذ أجرة حراسة، تقول أنا حارس، أما بعنوان جراج هذا ليس بجراج ولا يحق لك أن تأخذ مال بلي. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ شلون صحتك؟ بارك الله بكم، تفضلوا. مولاي الوالد توفى ب 97، الله يرحمه. أمي ما
هسه تسأل تقول هسه يعني واجب عليها حق علي وما خدمتك هي حامل من توفى ابوي حامل حامل كانت حامل؟ اي حامل كانت من توفى ابوي كم شهر؟ حامل كم شهر؟ حامل يمكن شهرين بعد سبعة اشهر ولدت اي واضح واضح مشكور اخ علي مشكور اخواني اخ علي يسأل سؤال مهم انه انا والدي توفى والدتي ما حدت يعني ما عدت عده الوفاه يعتبرون الاخوه انه واحده اذا مات زوجها لازم تسوي مراسيم خاصه لا يا اخوان بمجرد الانسان يموت زوجته تدخل في العده شاءت ام ابت يعني تبدا العده على الزوجه بلبس السواد وعدم التزوج وعدم التزين وهذه الأخت أم علي الله يحفظها كانت حامل وهي إلى سبعة أشهر ولدت فتنتهي عدتها بولادة ابنها لما تولد خلص عدتها انتهت وتقدر تنزع السواد وتتزوج واضح المطلب فلذلك لا تحتاج أن تعتد عدة جديدة وعدتها انتهت بانتهاء شنو بولادة ولدها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما الأخ سلمان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا عندي سؤال تفضلوا على مؤن القرآن مرات من أريد أقربي نعم ما ألفظ الحرف والهمزات بالصحيح هذا قراءة شلون مثلا نية التعلم مثلا بخدمتكم أخ سلمان بخدمتكم إن شاء الله حياكم الله الأخ سلمان حفظه الله يخابر يقول أنه سيدنا أنا أقرأ القرآن ولكن ما أضبط بعض الحروف وبعض الحركات في قراءتي هل قراءتي هذه صحيحة وهل أنا مأجور عليها أو أنا على حال مذنب الجواب أولا أخ سلمان قراءة القرآن حتى لو كان فيها خطأ يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ولو كان فيها أخطاء وإن كان الأصح والأفضل الإنسان أن يضع مذياع أو ما أدري صوت تلفزيون إذاعة تلفزيون قناة يستمع القرآن مع القارئ يقرأ حتى يتعلم أما إذا يريد يقرأ هو مع أنه جاي يعني القراءة بها خلل لا إشكال في ذلك قراءتك على حال فيها ثواب والنظر إلى القرآن فيه ثواب وحاول أن تتعلم القراءة بشكل جيد حياكم